أهلا بكم المشاهدين والمشاهدات الأعزاء. نعود إلى قضية الملف السياسي وافتتاح الدورة الصيفية في الكنيست. قبل قليل الكنيست أسقطت اقتراحي حجب الثقة عن الحكومة. اقتراح الأول قدمه حزب الليكود والاقتراح الثاني قدمه حزب يهدوت هتورا وشاس. في الاقتراح الأول القائمة المشتركة صوتت ضد، وفي الاقتراح الثاني أعضاء القائمة المشتركة غادروا القاعة. ينضم إلينا في الاستوديو للتحليل طاهر سيف، وهو عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك. كيف تقرأ هذا المشهد؟ القائمة المشتركة في اقتراح حجب الثقة عن الحكومة في الأول تصوت ضد، وفي الثاني النواب من المشتركة يغيبون عن القاعة ويغادرون القاعة. يعني باعتقادي يعني هذا مستوى التخبط السياسي الموجود لدى الاتجاه الذي آثر أن يكون في الكنيست يستجدي بعض فتات، وآخره كان انحراف الموحد بشكل يعني معيب ومخزي بحق أبناء شعبنا من خلال مواقفهم المطروحة. لا أرى تجديدا بذلك، بالعكس هذا يعطي المشترك يعني تحديدا أنها ليست بعيدة عن الخط السياسي للموحدة. ليست بعيدة؟ نعم. هل ترى بمن دخل الائتلاف الحكومي ليس بعيدا عن من يجلس في المعارضة يعني ويرفض الدخول في ائتلاف او حتى دعم هذا؟ يعني قد يعني قد يكون هناك الفرق بينهم، يعني دعنا نقول الفرق الموجود بينهم انه هناك من يكون بالحكومة وهناك من يكون خارج الحكومة، وممكن من خارج الحكومة يستطيع ان من تنفيذ بعض القوانين او بعض الميزانيات او بعضها. لكن بالنهاية وبالمحصلة، وهذا ما يهمنا كمجتمع في الداخل الفلسطيني، ان هذه ان هذا الوجود داخل الكنيست لم يحقق اي شيء، وهو حقيقة الامر يعطل كل الحالة الوطنية أو الحالة الجماعية المطلبية المدنية المحقة لشعبنا من خلال هذه السياسات التي تعيد على نفسها دون أي جدوى دون أي تحقيق في ظل إجماع صهيوني متطرف. ميرس موجودة بالحكومة، كذا الكل موجود، العمل إلى آخره. أيضا نلاحظ أنه في النقب هجم شرسة، الاحتلال ما زال مستمر. الجماهير العربية في البلاد بمشاركة انتخابات الكنيست على مدار السنوات الطويلة، والأحزاب والحالة الحزبية وأيضا المنافسة ما بين الأحزاب تؤكد بأن الجماهير العربية بمعظمها بأغلبيتها لها رأي مغاير عما تطرحه أنت الآن. يعني دعنا نقول ونطرح بشكل موضوعي، هناك اتجاهين. نعم. اتجاه هو يريد المشاركة من خلال الكنيست وتحقيق بعض الإنجازات. نعم. المدنية. نعم. لمجتمعنا، وأيضا أن يكون جزء فاعل من خلال النضال الجمعي الكلي للشعب الفلسطيني بكل قضايا، وهو يتفاعل سواء راح الكنيست أو ما راحش على الكنيست، وهناك اتجاه يؤمن بهذا. لكن نقول نحن المجرب يعني بالفلسطيني وبأمثالنا البسيطة، اللي بجرب المجرب عقله مخرب. احنا 70 سنة نفس الاتجاه دون تحقيق أي إنجازات، 13 أو 12 وحدة 12 مستوطنة تقام على أراضي النقب، بينما أهالي النقب الأهل الأصليين الموجودين والذين أيضا يدفعون ضرائب لدولة إسرائيل، والذي أيضا إسرائيل تضطهدهم في العمل وتستغل قوتهم. نعم. الآن هؤلاء حتى الآن لا يوجد اعتراف بهم واعترافهم مسلوب. هذه يعني إحدى النتائج التي لا، ومهم جدا. يعني عندما تكون أنت في حكومة تستطيع أن تسقطها ولا تستطيع أن تحدد أن تنجز أي شيء فعلي على الأرض، يعني هذه كارثة. طيب كارثة على سياسية. نفس المبدأ. فبالتالي هذا 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 نعم. نعم. على طبعا. نفس مبدأ قضية التجريب، الموحدة تخوض تجربة جديدة على جماهيرنا العربية غير مسبوقة، الدخول في الائتلاف الحكومي. لم تمر سنة على هذه التجربة، يعني من أجل أن نقيمها في الموحدة يطلبون أعطونا وقت. دعنا نعطيهم وقت يعني. يعني الأمور لا تؤخذ هكذا. نعم. يعني عندما هناك تمس ثوابت مثل على وهنا أحدد يعني أفرق بين الحالة المطلبية وحقنا. نعم. بالتطوير كمجتمع والحصول على كل الميزانيات المطلوبة. نعم. وأيضا حقوقنا الوطنية والقومية بهذه البلاد كأصحاب بلاد وأصحاب أرض. نعم. على هذه وأصحاب، ويجب أن نعيش كرماء في 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 بلدنا وأن نتطور، هذا حقنا الطبيعي. الآن عندما تكون جزء من الحكومة هو جزء بالدم المسال،
هو جزء من الاعتداءات التي يقوم بها قطعان المستوطنين برعاية حكومة بنت. بنت هؤلاء جمهور بنت وهم يقوم برعايتهم وحمايتهم. مشاركة بكل ما يجري في الأقصى. طبعا هي تتحمل المسؤولية. نعم هي تتحمل. حكومة إسرائيل هي تتحمل وهم جزء هم من الحكومة. جزء في الائتلاف الحكومي. دعنا من ذلك الآن. يعني من صوت يعني لماذا لم تسكتها؟ يعني سؤال. إذا هذه الديماغوجيا السياسية وهذا التلون السياسي. دون أي إنتاج. بالتالي نحن نريد أن نبحث عن حلول. أنا باعتقاد استثمار الوقت واستثمار وقت كلنا كثيرا وتحدثنا عن كثيرا عن مفاعيل المشاركة بالكنيسة وما هي. أنا أريد أن أتخطى قضية المشاركة في الكنيسة. أريد أن أسألك كمحلل كشخص يتابع الأمور، كيف ترى ستتصرف القائمة الموحدة يوم الأربعاء؟ هل ستسقط الحكومة التي يعني دخلت في ائتلافها، أم أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشكل أو بآخر ما بين منصور عباس ونفتالي بنت ويائير لبيد من الطرف الآخر؟ يعني باعتقاد المسار التي سلكته الموحدة والانتقادات الشديدة، وأنا هنا أقتبس من الانتقادات الشديدة اللي على مسؤولين موجودين في الشورى وقياديين وكان من بينهم مرشحين بدون ذكر الأسماء ولا كان يعني نعم يعني من أبو السعيد إلى الشيخ إبراهيم صرصور إلى محمد مسعود غنايم وكثير وكثر يعني صراحة هي مسار منحرف. نحن نرى أنه مسار منحرف وخارج عن الإطار الوطني، وبالتالي النقاش فيهم هو شيء يعني حرام الضرب في الميت باعتقادي أنهم خسروا كثيرا في مجتمعهم دون تحقيق أي إنجازات، دون تحقيق أي شيء. لا يوجد أكثر شيء منه يستفز المواطن الفلسطيني المسلم سوى الاعتداء على مقدساته وعلى حراماته، على أهلنا، على كبار السن يمنعون من الصلاة في شهر رمضان، يتم التحريض، يتم الاعتداءات في جسر الزرقاء اليوم الاعتداءات، في كل مكان تقريبا الاعتداءات على الشواطئ البحر في اعتداءات. إذا هذا النفس العنصري اللي كمان هناك رئيس وزارة والموحدة هي التي تقوم بدعمه يصرح بتسليح المواطنين ويصرح بتشكيل ميليشيات قمعية. إن لم يكن الآلاف من الحافلات إلى المسجد الأقصى، نحن من نرعى العائلات المقدسية المتعففة، نحن من نقوم بمشاريع صديقي العزيز. إحنا مجتمع يمتلك كرامة. اللي بده يمنن على شعبنا إنه قدم واجبه، معناته هذا في استغلال سياسي وبمعنى مقايضة سياسية، وهذا يرفضها مجتمعنا، وهذا هذا 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 جواب رخيص. يعني أنا دائما يعني أستنكف إنه أرد على هيك أو نكون في هيك، ولكن عندما تقدم واجبة هناك أناس قدمت أرواحها وقدمت الغالي والنفيس من أجل هذه المثل ومن أجل هذه المقدسات. الاعتداءات أيضا متساوية على بسبت النور لإخواننا المسيحية، أيضا تم التضييق عليهم بشكل كبير جدا وتحديد عدد المشاركين بل والاعتداء عليهم ومنع الرهبان. إذا هناك في حملة لنفتالي بنت يريد أن يثبت لجمهوره بما أنه في وضع حرج وأنه في حكومة ساقطة ذاهبة لا محال إلى الانتخابات، وهي مسألة وقت لا أكثر، ربما أيام أو أسابيع لا أكثر من ذلك، ومتخبطة في الحالة الأمنية. أيضا هو يفقد جمهوره بمعنى أن الجمهور الإسرائيلي يفقد الحالة أمنه الشخصي، وبالتالي هناك يريد أن يصدر أزماته إلى شعبنا الفلسطيني وإلى هذه المسارات التي لن تجدي نفعا. مسار وهنا بإجمال مسار من يريد أن يقدم للقدس ليس منة وإنما هو واجب وأقل الواجب، والذين يصرحون عليهم أن يعتذروا لشعبنا عن هذا التصريح لأنه هذا تصريح مسيء للكل، لأنه شعبنا ينفق من جيبه الخاص ويتحمل كل الجهد من أجل الصلاة ومن أجل الذهاب إلى الأقصى. فبالتالي هذه تمنين غير مقبول وغير ولا يعفيهم من المسؤولية الدماء التي سالت ولا مسؤولية الاعتداءات لهم شركاء، ويجب أن وشعبنا يحاسبهم بكل تأكيد. من خلال حول الأحداث في الضفة الغربية وتكرار العمليات وأيضا الاقتحامات للجيش الإسرائيلي، سمعنا بأن هناك كانت طرحت إمكانية أن يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية في منطقة جنين،
هل ترى بأن الأمور تسير نحو هذا الاتجاه؟ يعني هذه الحكومة هي حكومة كما أسلفت، هي حكومة يعني تعاني، يعني تعيش في لحظاتها على التنفس الاصطناعي. نعم. وبالتالي هم مقبلون على الانتخابات، وكما عودنا أن الإجماع الصهيوني دائما يبحث عن الدم وتحقيق الإنجازات، يعني خصوصا أن هناك في الجيش يعني وزير دفاع وكان أيضا رئيس أركان سابق. أيضا نفتالي بنت يحاول أن يظهر أنه يمينيا أكثر من بيبي نتنياهو ومن الليكود، وأنه أكثر صهيونية، وأنه أكثر يريد أن يستعمل العصا ودعنا نقول أو الجيش وقوات الأمن لعمليات الردع، لكن هو فاشل، وهذه العمليات وهو خائف جدا من وأجبن من أن يفتح معركة في الضفة الغربية، لأنه أتوقع أن المعطيات تقول والساحة تقول أن هناك ترابط واضح من الساحات الفلسطينية وأيضا ربما الإقليمية، وأخص بالذكر هنا جنوب لبنان. فبالتالي هي هذه أي مغامرة وأي في الضفة الغربية بكل تأكيد ستقابلها بردود فعل قوية جدا، وأتوقع أن هذا ما تخشى إسرائيل في الدخول منه، وخصوصا في ظل قيادة مرتبكة وتفعل الأزمات مع روسيا. يعني اليوم لبيد لحرف كل الصراع الداخلي نحو فشلهم وفقدان الأمن الداخلي، وأيضا فقدانهم لكل أفق سياسي ممكن مع الجانب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك على حضورك في استوديو قناة هلا. طاهر سيف عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد، تحياتي.